قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم إن عددا أكبر من سكان غزة معرضون للموت بسبب الأمراض مقارنة بالقصف، وذلك إذا لم يتم دعم النظام الصحي في القطاع ليعود لطبيعته بسرعة. ووصفت المتحدثة مارغريت هاريس الانهيار الذي شهده مستشفى الشفاء في شمال غزة بأنه مأساة، وعبرت عن قلقها إزاء احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي بعض طواقمه الطبية. في نهاية المطاف سنرى عددا أكبر من الأشخاص يموتون بسبب الأمراض أكثر مما نراه حتى من القصف، إذا لم نتمكن من إعادة تجميع هذا النظام الصحي وتوفير أساسيات الحياة من غذاء وماء وأدوية وبالطبع الوقود لتشغيل المستشفيات. ما يحدث في مستشفى الشفاء مأساة، وأنا قلقة جدا بشأن موظفي المستشفى المحتجزين في غزة، ويجب احترام حيادهم ككوادر طبية.